مشروع قانون رقم 0206 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق شراكة في مجال الصيد البحري الموقع ببروكسل في 28 يوليو 2005 بين المملكة المغربية والمجموعة الأوروبية. الكلمة السيد الوزير لتقديم مشروع القانون، فليتفضل مشكورا. شكرا سيد الرئيس. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، يسعدنا أن أتقدم اليوم أمام مجلسكم الموقر لأبسط أمامكم الخطوط العريضة لاتفاقية الصيد البحري المبرمة مع الاتحاد الأوروبي وفي يوليوز من السنة الماضية، والتطورات الأخيرة التي عرفها مسلسل المصادقة على هذه الاتفاقية. فأريد قبل كل شيء أن أقول أن هذه الاتفاقية مقارنة مع الاتفاقية السابقة وخصوصا الاتفاقية الأخيرة 95-99 تتميز بإمكانية الصيد المرخص بها، انخفضت من هذه الإمكانيات انخفضت من 477 باخرة إلى أقل من 120 باخرة للصيد. جل هذه البواخر 119 سفن تقليدية تستعمل آليات صيد انتقائية، كما أنه وعكس الاتفاقية السابقة تم استثناء الواجهة المتوسطية نظرا لحساستها، وكذلك تم استثناء الأصناف التي تأثرت كثيرا أو ما نسميها الأصناف والمصايد الحساسة المتواجدة في وضعية صعبة كالرخويات والقشريات والسمك أبو سيف. وأريد كذلك أن أذكر بأن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى تجديد هذه الاتفاقية فهي أسباب موضوعية، بحيث أن المغرب لم يكن غادر طاولة المفاوضات، بحيث أن الجانب الأوروبي كان متشبثا في 99 ببعض يعني مواقفه التي لا تخدم المصالح المغربية. وعندما وقعت تطور هذه الوضعية وخصوصا أنك وقعت خدة تغيرات كذلك في الجهاز الأوروبي، فعدنا إلى الطاولة وبما نراه يخدم مصالح المملكة المغربية في قطاع الصيد. وأريد كذلك سيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمين، أن أقول أن هذه الاتفاقية التي أذكر أنها تم التوقيع عليها في تاريخ 28 يوليو 2005، ولكن كانت يعني المفاوضات استغرقت أكثر من 10 شهور من قبل. تندرج هذه الاتفاقية في إطار التوجهات الوطنية لقطاع الصيد البحري وتشكل نموذجا للتعاون التشاركي، إن على مستوى حجمها البيولوجي أو على مستوى إمكانية الصيد الممنوحة أو قيمة مساهمتها في تنمية القطاع. وأضحت هذه الاتفاقية نموذجا بالنسبة لعدد من الدول الإفريقية التي لها علاقات مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري. فأريد كذلك أن أشير أن الأسطول الأوروبي المرخص له في إطار هذه الاتفاقية والذي يبلغ 119 باخرة كما ذكرت، معظمها من نوع تقليدي، وإضافة إذن التي ستصطاد، وهناك كذلك حصة 60,000 طن من السمك السطحي الصغير الذي يجب أن يصطاد في الشواطئ الأقاليم الجنوبية. ومقابل هذه الإمكانيات المتاحة في إطار هذه الاتفاقية سيستفيد المغرب من غلاف مالي يقارب 40,250,000 أورو سنويا، أي ما يمثل 161 مليون أورو على مدى 4 سنوات التي تشكل مدة هذه الاتفاقية. أريد للمقارنة أن أقول أن في اتفاقيات جد يعني حديثة وقعت بين الاتحاد الأوروبي وبعض الدول، فضعف الكميات التي رخص بها المغرب والأنواع الجيدة لم يعني المقابل المالي لم يتعدى ضعف كذلك ما حصل عليه المغرب. ولكن ما هو مهم في هذه الاتفاقية الجديدة هو أن هناك مبلغ 13 مليون أورو من هذه الأربعين سيوجه إلى تحديث القطاع
في المحاور التالية: تحديث أصول الصيد الساحلي، سحب الشبابيك العائمة ذات العيون الماسكة، إعادة هيكلة الصيد التقليدي، البحث العلمي، إعادة تأهيل شبكات تسويق منتجات الصيد، وعصرنة وسائل الشحن، إضافة إلى تكوين ودعم جمعيات المهنيين. سيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمين، أريد أن أشير كذلك إلى أن هذه الاتفاقية نصت على تفريغ نسبة من المنتوج بالموانئ المغربية وتشجيع التفريغ التطوعي لتمويل المعامل المغربية أو نقل هذا المنتوج عبر الشبكة الطرقية إلى الأسواق الخارجية. إضافة إلى ذلك، فهناك كذلك إلزام هذا الأسطول بتشغيل حوالي 300 محار مغربي على متن السفن الأوروبية المرخص لها. أما فيما يخص مراقبة أنشطة البواخر الأوروبية، وبالإضافة إلى الإمكانيات البحرية والجوية المسخرة لحراسة شواطئنا، فإن الاتفاقية تنص على خضوع هذه الوحدات إلى فحوص تقنية بالموانئ المغربية وتتبع عمليات بحرا عبر جهاز الرصد عن بعد. إضافة إلى هذا، فإنه سيتم إبحار مراقبين علميين على متن البواخر الأوروبية للتأكد من مدى احترامها لمقتضيات الاتفاقية وقوانين الصيد المعمول بها في المغرب. كما أن الاتفاقية تنص كذلك على تأسيس لجان عملي علمية مشتركة تمكن الطرفين من تتبع تشاور وتتبع المخزون. سيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، عكس ما كان منصوصا عليه في الاتفاقية بخصوص تاريخ دخولها في حيز التنفيذ، وكان في نص الاتفاقية ينص على مارس 2006، فوقع هناك تأخير في من جهة الجانب الأوروبي. ولا بد أن أفسر أن هذا التأخير كانت له مزايا بالنسبة للمغرب، بحيث أن تتبعنا جميعا أن كانت هناك أطراف وإن كانت قليلة لكن موجودة داخل الاتحاد الأوروبي التي كانت مناوئة لمصالح المغرب، وكانت تحارب هذه الاتفاقية وتدعي أن هذه الاتفاقية تشمل أجزاء غير مغربية، بحيث أن وقعت الاستشارة لدى اللجان القانونية للأمم المتحدة وكذلك الاتحاد الأوروبي، واعترف هذا الطرف بأن جميع الشواطئ التي هي تحت السيادة المغربية فهي شواطئ مغربية ويحق الصيد بها. وكذلك كانت هناك رفض لعمليات التصويت بالمسطرة الاستعجالية حتى يعطى الوقت لجميع الأطراف، لجميع البلدان الأوروبية لمناقشة هذا الاتفاق الذي حظي بموافقة واسعة. واليوم يبقى الجانب المغربي أن يصادق على هذه الاتفاقية، وهو ما نعرضه على مجلسكم الموقر، آملين أن يحظى هذا الاتفاق الذي هو له فوائد سياسية وفوائد اقتصادية أن يحظى بمصادقة مجلسكم الموقر. شكرا سيد الرئيس. نشكر السيد وزير